مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وحياكم الله في نشرة إخبارية نقدمها لكم عبر شاشة قناة الظفرة، اهلا بكم. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صباح اليوم حفل تخريج كوكبة جديدة من طلاب جامعة الإمارات من الدفعة 34 والبالغ عددهم 473 خريجا من كافة التخصصات، وذلك في القاعة الكبرى من المبنى الهلالي للحرم الجامعي الجديد في مدينة العين. حضر الحفل الذي أقيم في القاعة الكبرى في المبنى الهلالي عدد من الشيوخ والوزراء والسفراء وكبار المسؤولين إلى جانب أولياء أمور الخريجين. وننوه عناية السادة المشاهدين بأنه يمكنكم مشاهدة وقائع حفل التخريج كاملا على موقع قناة الظفر على اليوتيوب بعد برنامج مساء الإمارات. تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تفتتح في دبي يوم غد الثلاثاء أعمال منتدى الإعلام العربي في دورته 14 تحت شعار اتجاهات جديدة، بمشاركة حشد يضم أكثر من 2000 من نخب الإعلاميين ورموز الفكر والثقافة والباحثين، إضافة إلى الأكاديميين وكبار الكتاب والصحفيين من أكثر من 27 دولة عربية وأجنبية. ويناقش المنتدى الذي ينظمه نادي دبي للصحافة على مدار يومي 12 و13 من مايو الحالي في مدينة جميرة بدبي مختلف الاتجاهات الإعلامية الجديدة التي تواكب في مضمونها واقع العالم العربي بكل تفاصيله. أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دعمه الاتحاد العام للآثاريين العرب في قراراتهم وأهدافهم السامية في الحفاظ على مكتسبات الأمة العربية من آثار ووثائق ونقلها للأجيال القادمة، وذلك لتعريفهم بتاريخ الأمة المجيد وهويتهم العربية الأصيلة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه خلال افتتاح المبنى الجديد لاتحاد الآثاريين العرب في مدينة الشيخ زايد في مصر. وفي سياق آخر أكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية منارة إشعاع لحفظ لغتنا العربية، ومن خلاله نصحح مساراتنا ومفاهيمنا، ومن واجبنا تجاهه وتجاه الجميع أو جميع مجامع اللغة العربية في الوطن العربي الكبير أن نمد لها يد العون ونقف معها وقفة ثابتة ونتكفل بدعمها كون تلك المجامع أجنحة لهذا الاتحاد لا يستقيم ولا تقوم له قائمة دونها. جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها مساء أمس أمام حضور الحفل الرسمي لافتتاح مبنى اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة في مصر، والذي تم بناؤه وتجهيزه وتأثيثه بمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة. وفي سياق متصل وفي الملف المصري، حيث شهد دولة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري توقيع بروتوكول تسليم الحكومة المصرية ما يزيد على 50,000 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر. ويأتي مشروع إنشاء أكثر من 50,000 شقة في 36 موقعا في 17 محافظة مصرية ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تنفذها دولة الإمارات في جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تحسين وإحداث تأثير فوري في الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. وقع البروتوكول عن الجانب الإماراتي مع الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية، وعن الجانب المصري مع المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم حفل الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، وذلك بمرور 12 عاما على إطلاقها في مسرح مجمع إدارات الشرطة في أبو ظبي. هذا وتخلله عرض فيلم وثائقي عن مسيرة إنجازات الاستراتيجية وتطوير الأداء منذ العام 2003. وفي هذا الصدد أكد سموه أن أي تميز أو إنجاز تحققه وزارة الداخلية ما هو إلا نتاج طبيعي للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والجهود التطويرية التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، إلى جانب الجهود المميزة للقيادات الشرطية بوزارة الداخلية في تطوير
وإدارة أداء الوزارة وسعيا منها للوصول إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية. كما والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن علي القتبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. على صعيد إمارة دبي، أكد معالي السلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر ثانية أفضل دولة في العالم من حيث البنية التحتية والتقنيات التي تستعملها في مطاراتها المختلفة. جاء ذلك على هامش زيارته صباح اليوم لمعرض المطارات في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. الزميلة شيماء الشمري كانت هناك ووافتنا بهذا التقرير. افتتحت صباح اليوم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض على هامش منتدى قادة المطارات العالمية الجلسة الأولى للمنتدى، والتي تناولت كلمة ترحيبية لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. المنتدى هذا اليوم هو ممثل للقادة على مستوى دول العالم فيما يتعلق بقطاع الطيران، اليوم ممثلين من المنظمة الدولية للطيران المدني، من ما يسمى بالإيربورت كونسل، وأيضا من أيضا ممثلين لقطاع الطيران في المنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. هناك تحديات طبعا بالنسبة لقطاع الطيران تتمثل في النمو الهائل في هذا القطاع، تقريبا في دولة الإمارات حسب ما سمعنا يصل إلى أحيانا إلى أكثر من 10 و11 و12% يعتمد على هذه السنوات، سواء كان فيما يتعلق في الركاب أو فيما يتعلق بعدد الطائرات اللي وصل إلى أكثر من 600 طائرة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما وأشار معاليه إلى أن الدولة تعتبر ثانية أفضل دولة في العالم من حيث البنية التحتية والتقنيات التي تستعملها في مطاراتها المختلفة، حيث حصل مطار أبوظبي الدولي بفضل الجهود المبذولة على المرتبة الأولى في نسبة النمو في الربع الأول من عام 2015 من خلال استقباله لأعداد المسافرين، إضافة إلى حركة المسافرين في مطار دبي حيث تجاوز حركة مطار هيثرو الدولي ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاماً من ناحية حركة المسافرين. طبعاً التحدي الآن في هذا النمو فيما يتعلق بحركة على المستوى المجال الجوي، وكيف نكون جاهزين للزيادة المستقبلية لهذه الحركة التي ستصل إلى أكثر من 5200 حركة بالعام 2030 يومية، مقارنة في الوقت الحاضر ب 2300 حركة يومية. عدد الركاب ستكون تقريبا حدود 150 إلى 200 مليون راكب يتوقعونها لمستخدمين لمطارات دولة الإمارات، ما معناته أيضا حركة الركاب عبر هذه المطارات لابد من أن تكون سلسة وسهلة وسريعة، مع الأخذ بأن تكون هناك إجراءات أمنية متواجدة على الأرض بحيث أن نضمن أمان وسلامة الحركة في دولة الإمارات. كما وتسعى المطارات للتطوير من خلال استحداث أهم التقنيات الحديثة مثل جهاز فحص الوثائق، لذا تواصل مطارات الدولة الارتفاع بنسب النمو إلى أعلى المستويات بفضل هذه التقنيات التي تواكب حركة صناعة الطيران ليس على مستوى الدولة بل على مستوى العالم أجمع. لأخبار قناة الظفرة، شيماء الشمري، دبي. تقرر أن يكون يوم السبت المقبل 27 من شهر رجب للعام 1436 هجرية والموافق 16 من شهر مايو من العام الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. وأصدر معالي صقر غباش وزير العمل تعميما بهذا الشأن تنفيذا لحكم المادة 74 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات
ساقات العمل وتعديلاته. وفي سياق متصل أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميما إلى الوزارات والجهات الاتحادية كافة بشأن عطلة الإسراء والمعراج. ونصت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية على أنه لا ترحيل للعطلة الرسمية أو التعويض عنها إذا صادفت عطلة رسمية أخرى أو عطلة نهاية الأسبوع، استنادا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 100 من اللائحة. أعلن القائمون على مسابقة تصميم شعار إكسبو 2020 دبي الرسمي الذي اختتمت فعالياتها في نهاية الشهر الماضي أن أكثر من 18,000 من المبدعين الطامحين قد شاركوا بتصاميمهم وأفكارهم الإبداعية ضمن المسابقة. وساهمت فرصة تصميم الشعار الرسمي الجديد للحدث الضخم في تدفق خيال الناس في دولة الإمارات مع مشاركات واسعة من الأعمار والخلفيات والمهارات كافة من المصممين المحترفين والطلاب وجيل الشباب حتى مختلف فئات المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. وفي هذا الصدد أكدت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة ومدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي والعضو المنتدب للجنة العليا لمعرض إكسبو 2020 في تصريح صحفي لها أن المنافسة شهدت استجابة رائعة انعكست على أعداد المشاركين، مشيدة بمشاركة المجتمع في هذه المسابقة بقدراتهم الإبداعية مع معرض إكسبو 2020 في دبي. كثفت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية جهودها الإغاثية لمساعدة أسر الضحايا والمتضررين من زلزال نيبال، وقدمت المزيد من المساعدات الإنسانية في المناطق الأكثر تضررا. وقام الفريق الإغاثي الإماراتي بتوزيع كميات كبيرة من مواد الإيواء والبطانيات والمواد الغذائية والخيام على أكثر من 4,000 شخص من المتضررين النيباليين في المناطق المتعددة التي تأثرت بها هزة الزلزال. في إطار استراتيجيتها للتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية وبهدف تطوير كفاءات موظفيها وتوفير منح دراسية للطلبة المواطنين، وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث العلمية والدراسات والبرامج الخاصة، إضافة إلى تخصيص 10 مقاعد سنويا لطلبة المنح الدراسية التي توفرها الهيئة للحصول على بكالوريوس هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة في جامعة الشارقة. وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة سعيد محمد الطائر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور إحميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة في المبنى الرئيسي للهيئة. أطلقت مؤسسة صندوق الزواج حملتها الاجتماعية التوعوية لعام 2015 تحت شعار دائما هناك حل، وذلك بالتعاون مع جمعية الاتحاد النسائية في الشارقة. وتم إطلاق الحملة في مقر جمعية الاتحاد النسائية في إمارة الشارقة، حيث أكدت سعادة حبيبة الحسني مدير عام صندوق الزواج بالإنابة في كلمتها خلال حفل الإطلاق أن مبادرة الحملات الاجتماعية التي ينظمها الصندوق من خلال خطته التشغيلية لهذا العام جاءت تنفيذا لتوجهات الحكومة الاتحادية، والتي تصب نحو توفير بيئة مناسبة لبناء أسرة مواطنة تتمتع بمستلزمات الاستقرار والتماسك التي يمكنها من تكوين أفراد مواطنين قادرين على خدمة وبناء الوطن. نظمت هيئة تنمية المجتمع الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في إمارة دبي في إطار مبادرة استشر خبرتي الرامية إلى تعزيز التواصل بين الأجيال، نظمت سلسلة من المحاضرات الثقافية قدمها عدد من كبار السن المسجلين لدى الهيئة، واستهدفت طلاب وطالبات المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية. وتركزت محاضرات الربع الأول من العام الجاري حول آداب المجالس والحرف التراثية التقليدية في المجتمع الإماراتي. والآن مشاهدينا ننتقل إلى العاصمة أبوظبي لنقل وقائع جائزة الشيخ زايد للكتاب. الفائز بجائزة الشيخ زايد للترجمة البروفيسور هانا وهارو من اليابان، فليتفضل مشكورا.
بجائزة الشيخ زايد للكتاب للثقافة العربية في اللغات الأخرى المؤرخ والكاتب سوغيتا هايدياكي من اليابان، فليتفضل استلام جائزته. جائزة الشيخ زايد للنشر والتقنيات الثقافية الدار العربية للعلوم ناشرون من لبنان، فليتفضل مشكورة. يتسلمها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ بسام شبارو. شخصية كرست جل جهودها للارتقاء بالدولة والمجتمع والنهوض بهما في إطار رؤية حكيمة. شخصية العام الثقافية سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. تعلمنا في المدارس والكليات، ولكني لم أجد مدرسة أو جامعة أكبر من الشيخ زايد محمد بن راشد آل مكتوم. ندعو المكرمين إلى أخذ صورة تذكارية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بقولكم قصة عن المؤسسين. أنا تعاملت مع زايد طيب الله ثراه قبل الاتحاد. مثل ما تعلمون أن كان هناك إمارات التسع وسعى إليهم زايد، ولكن بعدين شفنا أن كل ينجر من طرف، حتى الإمارات اللي عندنا هني كانت متأخرة. ففي يوم من الأيام تواعدوا راشد وزايد في خيمة صغيرة فراشهم الأرض وعندهم لحاف اللي هو يسندهم، وقيلوا هناك من الضحى العالي إلين صلوا الظهر وتغدوا وبعدين رجعوا، وأنا كان لي الشرف أنا أصب القهوة عليهم من الخيمة الثانية اللي وراء. وكانت التحديات كبيرة، التحديات أن العرب المتقدمين والدول ما كملت اتحاداتهم، وفي دول خارجية ما أرادت أن هالاتحاد يكون، ومشاكل الداخل لا بنية تحتية، لا مدارس، لا جامعات، لا متعلمين أن يقومون بهذه الدولة. ولكن إصرار زايد
وكان إصراره حكيم أنه قال لراشد خلنا نوقع وياك وبعدين الباقيين بيجون. ومن سمعوا الإمارات الثانية أن صار التوقيع يو كلهم ووقعوا، وهذه بداية. زايد ما كان يعني كان يكون مع المهندسين مع المعلمين مع الطلبة، يعني يقوم كل شيء. إذا تحرك زايد تحركت الدنيا وياه. زايد لم يكن واحد بيننا، إنما الأمة حين نوبي. وأنا أقول الآن يا زايد أبنائك وصلوا العالمية، وشكرا. شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شخصية العام. شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على حضورهما الكريم، وألف مبروك للفائزين. ونشكر لكم ضيوفنا الأعزاء حضوركم اليوم للاحتفاء بالمبدعين، وحتى نلتقي في العام المقبل تقبلوا تحياتي. أنا مريم سعيد. إذن وهكذا مشاهدينا نكون قد وصلنا في هذه التغطية المباشرة من وقائع تكريم شخصية العام الثقافية لدورة التاسعة للعام 2014-2015 لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والذي كرمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور لفيف من الحاضرين والمكرمين في جائزة الشيخ زايد للكتاب في هذا العام. إذا مشاهدينا نستكمل معكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه نظرة سريعة لآخر إغلاقات الأسواق المالية الإماراتية في نهاية تعاملاتها لهذا اليوم. كما ننوه عناية السادة المشاهدين بأنه يمكنكم متابعة وقائع جائزة الشيخ زايد للكتاب عبر موقع يوتيوب لقناة الظفرة لهذا الليلة. ومن أخبارنا المنوعة، حيث حصلت حديقة الحيوانات في مدينة العين على عضوية الرابطة الأوروبية لحدائق الحيوان والأحياء المائية، وتضم الرابطة الأوروبية في عضويتها حوالي 345 عضوا من 41 دولة، فيما شكلت الرابطة عام 1992 التي شكلت بهدف تسهيل التعاون بين المنظمة والمؤسسات بغرض تحقيق أهداف التعليم والحفظ والعناية بالحيوانات والبحوث. كما تتجه حديقة الحيوانات في العين اليوم نحو تحقيق هدف في أن تصبح واحدة من أكبر حدائق الحيوانات في العالم، وتعتبر هذه الخطوة خطوة هامة في تحقيق هذا الهدف، والذي يؤكد دور الحديقة في تعزيز الحياة البرية على المستوى الإقليمي والعالمي. وهذه نظرة سريعة لآخر درجات الحرارة العظمى والصغرى موزعة على مدن دولة الإمارات لهذا اليوم، لنتابع. وإلى هنا نكون قد وصلنا لختام جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي حوار المساء تتابعون لهذه الليلة بعنوان شباب الإمارات في ناسا تنوير للعقول وإنجاز دولي مع زميل عبد الله علي، ولكن بعد فاصل قصير. إلى ذلك الحين لكم منا أطيب الأمنيات، في أمان الله.